هل يا ترى في كوميديا هادفة؟ هذا اللي حنناقشه مع ضيفنا العزيز في حلقتنا اليوم، ولكن بعد ما نشوف علاء ايش سوى مع ضيوفه في فقرة مع علاء. هل في كوميديا هادفة؟ اكيد في كوميديا هادفة. والله ما يوجد الان في السوق شيء يعني موضح، كلها طال عمرك العالم كل من جاء طال عمرك قام يسوي كوميديا، صار تهريج بدل كوميديا. والله في كلنا يهرج بها في السوق يعني، حتى الان الناس تمشي طال عمرك وتصور انفسها وتقدم كل شيء. تستفيد من اي كوميدي؟ لا طبعا ما يعني، بس للضحك ما تستفيد منه. ما. لا لا يوجد كوميدي هادف. ماذا نسمي هؤلاء الكوميديين الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ساذجين. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.